السلام عليكم. لم يعد استخدام الذكاء الاصطناعي أمراً اختيارياً في عصرنا الحالي، بل أصبح من الضروريات في العديد من المجالات، وذلك لتسهيل الحياة اليومية، تسهيل تنفيذ المهام وحل المشكلات المعقدة، توفير الوقت والتكلفة بأعلى جودة ممكن، ليس فقط على المستوى الشخصي، ولكن أتكلم أيضاً على المستوى المتقدم التقني كالمهندسين والأطباء والمبرمجين وغيرهم. في عصر تميز بالسرعة، سرعة في الإنتاج وسرعة في التنفيذ وسرعة في توفير الطلبات وسرعة حتى في تغييرات أذواق أو رغبات العملاء، فأصبح استخدام الذكاء الاصطناعي هو أداة وسيلة للمنافسة، منافسة السوق، خاصة مع ظهور تعلم الآلة ولغة الآلة والتعلم العميق أو الماشين ليرنينج والديب ليرنينج والكلام ده كله. وكان الاعتماد كله على توفير البيانات الضخمة، البيانات التي تتوفر عن طريق المعاهد، عن طريق الجامعات، عن طريق الأبحاث، عن طريق الشركات، عن طريق الهيئات، عن طريق الأفراد. فأصبح لدينا حجم أو كمية كبيرة جدا أو ضخمة جدا من البيانات التي كان لابد أن نستفاد منها. ظهر الأمر إلى تحليل البيانات ثم تعلم الآلة من تلك البيانات الضخمة، وظهور الذكاء الاصطناعي ثم توفير أداة لحل المشكلات وتنفيذ المهام اليومية المتكررة. لا أتكلم فقط على المستوى الشخصي كما قلت، ولكن اليوم أركز على مستوى المطورين أو المبرمجين باعتباره أحد مجالات عمل. فكان على المبرمجين المطورين تغيير أسلوب حياتهم وأسلوب عملهم التقليدي لمواكبة التغيرات المرعبة التي حدثت في سوق العمل. فكان لابد من استخدام أيضا والاعتماد على الذكاء الاصطناعي لسرعة بناء التطبيقات وحل المشكلات التقنية المعقدة، بدلا من البحث والمحاولة وظهور الأخطاء ومحاولة حل المشكلة، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية التي اعتمد عليها العديد من الباحثين والخبراء والجامعات والمعاهد. وبالتالي أصبح متطلب أن يكتب المبرمج أكواد أكثر تعقيدا وأكثر اللي هو بنسميها الكلير كودينج. كان أمر ضروري. الموضوع بيطلب دعم، بيطلب مساعدة، فكان لابد من وجود وسيلة أو أداة تساعد المبرمج أو المطور في تحسين أدائه وتحسين كوده وتحسين الشفرات الكودية أو الشفرات المصدرية في بناء التطبيقات. اليوم هنتكلم عن أحد تلك الأدوات أو أدوات الذكاء الاصطناعي التي سوف تساعد المبرمج في تحليل وحل المشكلات التقنية المعقدة. كتابة الأكواد، المساعدة في حل المشكلات، اقتراح طريقة كتابة الكود، وحتى يمكن أن يكون هناك لغة حوار أو لغة تفاعلية بين المطور أو المبرمج وبين لغة الآلة ماشين ليرنينج، فتساعدني أن أنا أبدأ أكتب أسئلة معينة أو بحاول أكتب كود وهو يبدأ يقترح الحل لهذا الكود. الأداة اللي هنتكلم عنها اليوم إن شاء الله هي الكوبايلوت، وكلمة بايلوت اللي هو طيار، الكوبايلوت هو مساعد الطيران، وعارفين إن في أي طيارة أو أي طيارة بيبقى فيها مساعد للطيار، مساعد إلكتروني بيساعده على توجيه الطيار، توجيه الطائرة إذا لزم الأمر، حل مشكلات الطائرة، التنبؤ بالأحوال الجوية، اقتراح الحلول المناسبة في حالة الكوارث وحالة المشاكل. نفس الكلام، مايكروسوفت وفرت لنا الكوبايلوت أو وفرت المبرمج الكوبايلوت عشان يسهل على المبرمج أو نعتبره إن هو المساعد الشخصي للمبرمجين والمطورين في كتابة الأكواد والشفرات الكودية وحل المشكلات التقنية المعقدة. في البرزنتيشن الحالية هنبدأ نتكلم عن الكوبايلوت انتربرايز أو الكوبايلوت جيت هاب كوبايلوت،
فقط في هذا العرض وهذا البرزنتيشن هنبدأ نتكلم بشكل نظري عن الكوبايلوت ومفاهيمه، وبعدين إن شاء الله في المحاضرات اللاحقة هنبدأ نتكلم أو نعمل ديمو أو أمثلة عن استخدام الكوبايلوت مع الجافا أو مع البايثون في الاي دي المختلفه، ونحاول نقرب الفكره وازاي نقدر نستغل الكوبايلوت في تسهيل العمل، كتابه الاكواد بشكل منظم، ازاي نقدر نعمل ريفاكتورنج للكود ونكتب كود محسن افضل من اكوادنا، ازاي نقدر نسال الكوبايلوت اسئله ويساعدنا في حلها، وكمان ازاي نقدر نخليه يعمل اكسبلين او شرح الكود قديم كان موجود عشان يسهل لي فهم الكود وحل المشكله. فالمحاضره حاليا ان شاء الله هتكون فقط برزنتيشن مهمه جدا كتاسيس عشان نفهم الكوبايلوت او الجيت هاب كوبايلوت. معاكم محمد ياسين ابس ستاف سوليوشنز. هنبدا ان شاء الله اول محاضره النهارده في الكوبايلوت، وعباره عن محاضرات بسيطه ان شاء الله هتسهل لنا جدا وتغير معانا طريقه عملنا باذن الله تمام. في البدايه بحب اسال اسئله عشان تفهم لنا نفهم شويه او مجموعه من المعايير هتفرق معانا اثناء تعلم الكوبايلوت. في البدايه احنا عارفين يعني ايه تشات جي بي تي، نسال نفسنا ايه هو الشات جي بي تي، ولازم نعرف يعني ايه جيت هاب، ويعني تراديشنال كودينج بروبلمز، وايه مشاكلنا في الطريقة التقليدية في كتابة البرامج أو الأكواد، إيه مشاكلنا سواء الديزاين باترن أو الديزاين برينسيبلز أو معايير التصميم، إزاي نقدر نكتب كود بطريقة ستاندرد في بروفيشنال كلير كودينج وكود نظيف كود ما فيهوش مشاكل، إزاي نستخدم الباترن وإزاي نستخدم مثلا الجينيريك كودينج ومجموعة مفاهيم كتير معظم المبرمجين للأسف مش بيطبقوها في عملهم، وبالتالي بيبقى عندنا مشاكل كتيرة جدا في الكود سواء التعديل أو سواء الستاندرزيشن الريزابيلتي وكده، فبالتالي هنلاقي إن عندنا مشاكل كتيرة جدا في الترديشنال كودينج. الشات جي بي تي هو عبارة عن أحد أدوات الذكاء الاصطناعي ولكن مخصصة فقط للرد على أسئلة المستخدم الشخصي. فعن طريق الشات، هي كلمة شات يعني محادثة، هي محادثة الجي بي تي، وبالتالي فأنا كمستخدم أقدر أكلم الـ AI وأبدأ أسأله أسئلة سواء أسئلة أو يساعدني في كتابة مقالة أو كتابة بحث أو كتابة شعر أو حتى محادثة شخصية أسأله ويرد عليا، وممكن تكون سواء صوتية أو كتابية، وبالتالي هي محادثة شخصية لكن ما اقدرش استخدمه في كتابة الاكواد البرمجية. ايه هو الجيت هاب؟ الجيت هاب هو سورس كنترول او عبارة عن بورتال او ويب سايت او بلاتفورم. البلاتفورم ده بيبقى فيه مجموعة من الريبوزيتوريز او مخازن دي المصادر الاكواد سواء ملفات او كود، فببدأ ارفع عليه المشروع بتاعي او الكود بحيث يبقى عندي نسخة احتياطية موجودة عليه، ممكن يكون على الجدة، قد يكون موجود على داخل المنظمة او داخل الاورجانيزيشن، او ممكن يكون على الجيت هاب. والجيت هاب هو شركة مملوكة لمايكروسوفت، احد البلاتفورم المخصصة في رفع الشفرات الكودية، وبالتالي اقدر ارفع اكوادي عليها، ارفع السورس وارفع التعديلات، ولو حصل مشاكل اقدر استخدمها من جهاز تاني. هي كنسخة احتياطية من الاكواد او البرامج بتاعتي. في حاجة اسمها مايكروسوفت كوبايلوت، وهو برضو مكتوب في كوبايلوت مساعد طيار، ولكن هنا المايكروسوفت نفسها اللي هي منتجات مايكروسوفت اوفيس 365، وهي الوورد، الاكسل، الباوربوينت، البرزنتيشن، وبالتالي هي كوبايلوت ولكن ليست للجيت هاب او للسورس كنترول، ولكنها للمايكروسوفت برودكتس ات اول. الجيت هاب كوبايلوتي معناها ان انا كوبايلوت اللي هو مساعد الطيار، وللجيت هاب او للمبرمجين او المطورين
اللي بيستخدموا الجيت هاب سوليوشن. طيب احنا هنتكلم عن يوزنج الجيت هاب كوبايلوت. ليه بنستخدم الجيت هاب كوبايلوت؟ اول حاجه عشان مجموعه من النقاط هنتكلم عنهم بشكل سريع، عشان اقدر اعمل امبروف للكود كواليتي، اقدر احسن مستوى الكود بتاعي، اقدر انهانس البرودكتيفيتي بتاعتي، ازود الانتاجيه، اقدر افوكس على البروبلم سولفنج. انا اخلي المبرمج بدل ما هو مهتم بالاكواد ويعمل سيرش على الكود ويحسن الكود، لا، انا اخليه يركز على كيفيه استخدام اللوجيك والمنطق في حل المشكله، ولكن موضوع كتابه الكود مش هيبقى هو المشكله. انا مشكلتي ازاي احل المشكله نفسها والاقي الالجوريزم المناسب لحل المشكله بتاعتي، لكن كتابه الكود وتنظيمه مش هيبقى هو الفوكس بتاعي. كمان اقدر يعني من خلال الجيت هاب كوبايلوت اقدر استخدم نيو بروجرامينج لانجويج، واقدر اتعلم لغات برمجه جديده، ممكن اتعلم طريقه سكريبت جديده، ممكن اتعلم ميثود او طريقه او مكتبات انا اول مره استخدمها. فبالتالي الموضوع بقى بالنسبه لي اسهل جدا باستخدام الكوبايلوت. اقدر اريديوس الهيومن ايرورز كمان، ان انا اقلل مستوى الاخطاء الشخصيه، لان انا ببدا استخدم الذكاء الاصطناعي عشان يكتب لي الاكواد بطريقه معينه، بحيث هو انا كل دوري عليه ان انا بس بديله المنطق واللوجيك وهو بيكتب لي الكود او بيساعدني في كتابه الكود، وانا بتاكد من وراه ان هو الكود ده المطلوب، ممكن اعدل حاجات بسيطه وممكن ازود، ولكن هو وفر عليا وقت كتير جدا في كتابه الاكواد والشفرات الكوديه. افويد الكود فور ذا فيرتس، كمان اتجنب الثغرات اللي ممكن تبقى موجوده في الكود، ممكن يكون في ثغرات في السكيورتي، ممكن انساها او اتغافل عنها، ولكن هلاقي ان الكوبايلوت بيوفر لي كود كلين كود كلون، ده بيافويد الفيرنابيلتيز، وبالتالي بضمن ان الهاكرز او الناس اللي ممكن تستغل البرامج بتاعتي قللت الخطر الموجود في الاكواد بتاعتنا. What is the GitHub Copilot؟ GitHub Copilot is an AI coding assistant. يبقى ايه هو GitHub Copilot؟ هو عبارة عن مساعد في كتابة الأكواد أو البرامج أو التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي. هو بيساعدنا في ايه؟ بيساعدنا ان انا اكتب الكود بشكل اسرع وبمجهود اقل، وبالتالي يسمح لي ان انا اركز كل طاقتي على البروبلم سولفنج والبزنس لوجيك والكولابريشن وحل المشكلات، اكتر من ان احنا نهتم بكتابه الكود. يعني لازم تكون انت مبرمج ومطور وليس كودر، لازم تعرف ان الكودر ده شخص قاعد بيكتب فقط، هو هيتولى موضوع الكتابه او يساعدك في موضوع الكتابه، وسايبك انت لموضوع البروبلم سولفنج وحل المشكلات والمنطق المطلوب لحل المشكله. وبالتالي هو انوفيت اي اي تول، هو عباره عن اي اي انوفيتد يعني، وتم تطويرها باستخدام الجيت هاب مايكروسوفت وكمان الاوبن اي اي. واوبن اي اي لما نسمع كلمه اوبن اي اي هي الشركه المتخصصه في بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، اللي هي اصلا اللي عملت الشات جي بي تي، وبالتالي هي ثوره في عالم الكود، بتساعدنا ان احنا نعمل اوتو كومبليشن او يعني تكمله لكتابه الاكواد، والسجشن ستايل يعني كمان بيخليني يقترح لي شكل الستايل وشكل الاكواد المطلوب، والريفاكتورنج يعيد كتابه الكود، وكمان يعمل لي اكسبليشن وتوضيح لطريقه كتابه الاكواد. هنشوف حاجات كتير بيوفرنا الكوبايلوت واحنا شغالين ان شاء الله. فهنلاقي ان الكوبايلوت بشكل عام هو اي اي بير بروجرامينج فور كودنج، يبقى هو المساعد الشخصي للمبرمجين عشان يكتب الكود. يعني هو بالظبط نفس فكره الكوبايلوت او مساعد الطيار. فبالتالي ان الجيت هاب كوبايلوت هو بالظبط كالكو بايلوت اللي هو مساعد الطيران، اللي بيساعد في توفير الدعم والاقتراحات للمطورين. كمان الكو بايلوت هو عبارة عن بير اكسبرت، هو راجل مبرمج بير يعني مرافق ليك او زيك بالظبط، معاك شغال معاك كمساعد يعني عشان يقدم لك الاكواد. فهو شغال كمان كبروفيشنال بروجرامر، هو راجل مبرمج محترف جدا، لان هو عنده مبني بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي عنده كميه بيانات ضخمه جدا
من زي ما اتفقنا من جامعات ومعاهد ومبرمجين محترفين وهيئات ومختبرات، وبالتالي فهو بيوفر لك كود بروفيشنال جدا هيساعدك في كتابة كود بروفيشنال كود وكلين كودينج بشكل عام، باستخدام ان هيستخدم هطبق ديزاين برنسبلز ديزاين باترن والبيست براكتس لكتابه الاكواد. كمان هنلاقي ان جيت هاب كوبايلوت بيقدر يعمل ايه، بيقدر يحول الناتشرال لانجوج اللغه العاديه اللي احنا بنتكلمها، فانا بقول له السلام عليكم، ازيك، عامل ايه، كيف الحال، ساعدني في كتابه كذا، فانا هو بيحول اللغه الناتشرال العاديه يحولها للغه كودينج او سجستشن كودينج اللي هو الاكواد المقترحه. كمان ان هو بيشتغل على كتير من المنصات واللغات البرمجه المختلفه زي الجافا وزي البايثون وغيرها. كمان هو بيشتغل على مالتيبل اي دي ايز، يشتغل اكليبس انتل جي ما اعرفش ايه، فنلاقي ان هو بيستخدم اي دي ايز كتيره. ممكن هنجرب اكتر من اي دي ان شاء الله في السيشن او في الديمو. هو الاوبن اي كودكس ده اللي هو بيحول الناتشرال لانجوج عشان يعمل جنريت للاكواد. هنلاقي ان الكوبايل ديزاين باكثر من شركه اللي هو الجيت هاب، مايكروسوفت، اوبن اي اي، عشان في الاخر يطلع لي الجيت هاب كوبايل. يبقى اهم الفيتشر او اهم المزايا اللي ممكن تكون موجوده في الكوبايل بشكل عام، كود سجشن از يو تايب ان اي دي، هو بيقترح الاكواد اللي انت طالبها في الاي دي بتاعك او في التول اللي بتكتب فيها الاكواد. كمان اقدر اتشات معاه، ممكن اتكلم معاه واساله اسئله عشان يساعدني عليها، ممكن اقول له اشرح لي الجزء ده، ممكن اقول له حسن لي الكود، ممكن اقول له انا مش فاهم دي معناها ايه، ممكن اقول له اكتب لي كود بيعمل كذا او كذا. وبالتالي بقدر اتشات معاه عشان يعني اناقشه، لان هو المساعد الشخصي بتاعي، فبالتالي انا اقدر اناقشه واساله عشان يجاوب على اسئلتي. كمان هو بيليرن من الفيدباك، يعني هو المفروض ان هو بيزد على طريقه كتابتك وطريقه اختيارك للاكواد والستايل وكده، فعن طريق المشين ليرنينج يبدا يتعلم منك انت ستايلك في الكود ازاي. كونتكستوال اندرستاندينج، فهو بيبدا يحلل كودك وكده عشان يقترح لك البيست براكتس وافضل التطبيقات اللي انت ممكن تمشي مع كودك ومع الستايل بتاعك. كمان هيوفر لك سكيور كود، لان هو بيحاول يتجنب الفيرنبيتي او الثغرات الامنيه اللي موجوده في الكود. كمان بيدعم لغات كتيره زي الجافا والجافا سكريبت والبايثون وغيرها، وهو يقدر يحول الاكواد او الناتشرال لانجوج او اللغه البشريه للغه اكواد او كود تم تصنيعه. فايه هي فوائد الاي اي بشكل عام في البرمجه او في الديفلوبمنت؟ هنلاقي ان هو بيزود انتاجيه المطورين، هيلاقي انه بيسرع عمليه الانوفيشن والاختراع، وان انت تهتم بالبيزنس لوجيك اكتر. وكمان هو بيحاول يسد الفجوه بين اللغات البرمجه المختلفه، بالتالي انت ممكن بسهوله تتعلم لغه برمجه جديده او تكنيك جديد او ستايل جديد انت اول مره تعرفه، لان انت هتبدا تتعامل مع مساعد محترف. عشان احسن الكود كواليتي او جوده الكود باستخدام الكوبايلوت، فنلاقي ان الاي اي بتعمل سجستشن للاكواد بتاعتي، فبيعمل سجست او اقتراح للكود بتاعي يبقى عامل ازاي، فبيحاول يوفر لي افضل الاكواد وافضل التطبيقات في الجزء بتاعي. بيحاول يقلل ريديوس الديفلوبمنت تايب، بيقلل وقت البرمجه او وقت كتابه الكود، لان انا بكتب له اختصارات وبكتب له اسئله ويبدا يكتب لي الكود، وانا مجرد بس انا ممكن اعدل، ممكن اضيف، ممكن اراجع، ممكن اتاكد انه ده ماشي مع البيزنس لوجيك بتاعي او لا. وكمان اقدر بيمبروف الديفلوبمنت بيرفورمانس، بيحسن سرعه البرمجه وسرعه توفير او تسليم المشاريع او التاسكات المطلوبه. كمان الكوبايل بيساعدني ان انا اعمل امبروفنج للكود كواليتي، كمان احسن مستوى الكود نفسه، فان الاكواد بتاعتي ممكن تتحسن، سواء مثلا انا بعمل انهانس للكود كواليتي من خلال السجشن اللي بيقترحها، فهو بيبدا يقترح لي اكتر من اقتراح، وانا بختار الاقتراح المناسب، ممكن اغير، ممكن ابدل، فبالتالي هيقترح لي افضل التطبيقات بناء على ان هو بيقترح حسب الديزاين باترنز وحسب الديزاين برنسبلز وكده، وبالتالي هيبدا يقترح لي
الكلين كود والكود ستراكشرد بطريقه مثاليه جدا. كمان هو بيقلل ريديوس الهيومن ايرورز وريديوس الباجز، كمان هو بيقلل الباجز او المشاكل اللي ممكن المبرمج ينساها ويعملها، وبيقلل مستوى الاخطاء. كمان بيكتب لنا، بيساعدني في كتابه الكلين كودنج، وبالتالي هو بيكتب لي افضل الاكواد اللي هي بسهوله تبقى مكتوبه بطريقه معينه، بسهوله انا اقدر اعمل لها مينتيننس، اقدر اعمل لها ريوزابيلتي، اقدر اشاركها مع باقي المشاريع. فلاقي ان هو كتب لي الكود بطريقه نظيفه وكلين وواضحه وحسب الديزاين العالمي او اشهر التطبيقات العالميه. هلاقي كمان ان الكوبايلوت بيساعدني في ان انا احسن الكواليتي والسكيورتي ومعظم الحاجات اللي اتكلمنا فيها، ولكن زي ما قلنا كده ان هو بيحاول يقلل الفيرنبلتي والباجز، بيحاول ان هو يدعمني ان انا اكتب افضل التطبيقات في الاكواد، بيحاول كمان ان هو يحسن جوده الكود ويقدر يعمل لي مينتيننس للكود بتاعي. بيساعدني كمان ان انا اعمل دوكيومنتيشن، كمان اقدر اعمل دوكيمنت واعمل كومنتس واقلل ان انا اسيب الاكواد بدون يعني الوقت اللي انا بضيعه في كتابه الكومنت. لا، انا ممكن اقول له شايف الكود ده، حط لي عليه كومنتس واعمل لي دوكيومنتيشن. فهو هيسهل لي كمان، الناس الكسوله اللي ما بتحبش تكتب كومنت هو يسهل لك كتابه الكومنتس بتاعتها. فده مثال مثلا انا ممكن انزله على الموبايل ابلكيشن، وممكن انزله على الاي دي كده بالطريقه دي، وبالتالي اقدر اكتب الـ السؤال واقول له انا محتاج اعمل كذا، مثلا ان انا اعمل ريد فايل من السيرفر. فهو مجرد ما انا عملته الشات هو يبدا ياخد الكود بتاعي وينسخه على الكلاس، وابدا يكتب لي الدنيا قدامي، وانا كل اللي اعمله ان انا براجع، ممكن احسن شويه كده، ممكن اربليس حاجات مثلا زياده، وبالتالي انا حجم الكود قل كتير جدا. فانا بقيت اركز على البيزنس وعلى الريفيونج اكتر من ان انا اكتب الكود. الكوبايلوت ليرنينج موديل هو كمان الكوبايلوت ازاي عشان نكتب كود بطريقه بروفيشنال ويخليه هو كمان يعرف يفهمني، لو هو في الاخر هو ماشين فلازم تساله بطريقه صح، بطريقه يعني بروفيشنال شويه. كل ما انت عرفت تكتب له الاكسبريشن او تفهمه هو انت عاوز ايه بالظبط، هو هيرد عليك بطريقه اسهل، وبالتالي لازم هو يبقى فاهم انت عاوز ايه. فانت كمان اول حاجه لازم تكون انت فاهم ايه هو اللوجيك بتاعك، تبقى مركز على اللوجيك، مركز على البروبلم سولفينج، وتعرف تكتب ازاي المطلوب بالظبط للاي اي، وهو هيبدا يقترح المطلوب بالشكل السليم. فهنلاقي النقاط دي مهمه جدا. هنلاقي ان هو اول حاجه لازم يكون ديسكريبتيف كومنتس، لازم يكون الكومنت بتاعتك تكون وصفيه، توصف بالظبط المشكله وانت عاوز بالظبط انا عاوز اعمل ايه. فلازم تكتب له بالظبط بالتوصيف الصح ايه المطلوب. كمان ابدا اعمل بريك ات داون، ببدا كمان لو كان عندي الكلاس او الميثود كبيره شويه فيها لوجيك كتير، فحاول احطهم له على شكل نقاط، اقول له انا عاوز كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا، وبعمل له ليست من الريكويرمنت، فبالتالي هو يبدا يفهم. فانا بدل ما اكتب له جمله كبيره، جمله تكون كبيره جدا، فانا ممكن اقسم له الجمله الكبيره لمجموعه من التاسكات، اقول له انا محتاج 1 2 3 ستيبس تعملهم لي حسب البيزنس لوجيك، وهو هيبدا يفهم عليك ويبدا يكتب لك الاكواد. كمان هبدا بحدد شكل الاوتبوت والانبوت، فانا بقول له كمان اما بتعمل له الميثود دي خلي بالك انا محتاج الثلاثه انبوت، الانبوت الاولاني اسمه كذا والتاني كذا والتالت كذا وده التايب وانا عاوز يبقى كذا. انت بتكتب له هيومن لانجوج عادي جدا، انت بتكتب له كلام مش اكتر، بتكتب له البيزنس لوجيك كشخص ما يعرفش يعني ايه برمجه، بس اكتب له اللي انت عاوزه بشكل ديسكريبتيف كويس وهو هيبدا يفهم. نحاول نعمل دوك سترنج زي كومنت كده، نحاول ان احنا نستخدم يبقى فيه زي كومنت واضحه جدا للاي اي عشان يفهم انت عاوز تكتب ايه بالظبط. نحاول نستخدم الكونفينينت او الكونفنشنز بطريقه كويسه برضو، حط له الاسماء الكلاسات عامله ازاي، حط له اسماء الميثود عامله ازاي، هو هيبدا يفهم ستايلك ويفهم انت عاوز تكتب ايه بالظبط،
وتحاول كمان ممكن تعمل له شو اكزامبل، يعني مثلا قول له انا عاوز الريزلت تكون شكلها زي كذا، مثلا انت محتاج شكل الريزلت او شكل التكست يبقى ليه شكل معين، بدل ما هو يكتب بستايل معين، لا انت قول له انا عاوز الاوتبوت تكون شكلها كده، وادي له اكزامبل في الكومنت، هو هيفهم من الكومنت بتاعتك ويبدأ يعمل المثال كده. فانت بالتالي لو انت اتبعت الخطوات دي مع الكوبايلوت هيفهمك، تحاول تكتب كومنت وصفية بشكل واضح جدا لمشكلتك وعاوز تعمل ايه، تحاول لو كان حاجة كومبلكس تحاول تقسمها لنقاط كتير تحت بعض، كومنت كتير كده فهو يمشي عليهم يقرأهم ويفهمهم، تحاول تحط له شكل الانبوت والاوتبوت شكلهم عامل ازاي، انواعهم ايه، اسمائهم ايه، شكل الداتا تايب، حاول تعمل له وصف للانبوت والاوتبوت، حاول تكتب له الكومنتس هتبقى عامله ازاي كنقاط، حاول تدي له الكونفنشنز بتاعتك انت، الاسماء هتبقى عامله ازاي، اسم الميثود عامله ازاي، اسم الكلاس، حاول كمان تدي له اكزامبل، وبناء لو اعطيته اكزامبل فهيبدا يرسم او يكتب الكود بالطريقه اللي انت محتاجها. دي احصائيه ان هلاقي ان في 96% بقى طريقه كتابه الكود اسرع، هلاقي 88% بقى الناس اكتر انتاجيه في العمل، 74% الناس بقت اكتر ساتسفايد في العمل، بقى مرضي، بدل ما انا كنت دايما شاغل نفسي 24 ساعه او 10 ساعات او 8 ساعات بكتب في بروجكت وانتاجيتي قليله، لا ده كمان ده بقيت راضي ان انا ممكن خلاص بقيت اروح بدري، بقى عندي راحه، بقيت اكتب في فعندي وقت اعمل حاجات تانية غير ان انا بس قاعد الثمان ساعات قدام الماشين عشان اطلع كود، لا ده انا مثلا انا وفر لي 80% من وقتي، ممكن احسن كودي، افكر في البيزنس بشكل احسن، اداني فرصه للانوفيشن والابداع وان انا اطلع فكر احسن، بدل ما انا وقتي كله ضايع في حل البجز والمشاكل والفيرنبيلتيز وكده، لا ده انا الموضوع بقى بيعتمد على الانوفيشن اكتر، على الابداع، على البيزنس لوجيك وحل المشكلات اكتر، ارسم رسوماتي، افهم الدنيا ماشيه ازاي، وانا لو فهمت اللوجيك والبيزنس هلاقي نفسي بكتب ديسكريبشن كويس للاي اي وهو يبدا يكتب لي الكود بشكل مناسب جدا، فبالتالي هلاقي نفسي ان انا عندي نسبه الساتسفاكشن عاليه ونسبه الرضا في العمل عاليه جدا. ليه؟ لان انا خلاص المجهود والضغط بتاع العمل قل، لان انا خلاص مش محتاج اهندس الكود بتاعي، الدنيا بقت احسن، في كوبايلوت حد بيساعدني او اي اي كودنج اسيستنت او مساعد كتابه الاكواد، المساعد هو بيكتب لي الاكواد، انا بفهم، انا بس بكتب له اللوجيك وبكتب له البروبلمز وحلها وبكتب له الستيبس والخطوات يحلها ازاي، وانا كل اللي دوري عليه بقت مشرف، براجع الاكواد، بفهم هو عمل دي ليه، كتب دي ليه، وهكذا. فبص ان انا بمجرد ما كتبت له حاجه، بص ان في الكومنت كده انا قلت له determine whether sentiment كذا و using الويب سيرفيس، فبس سبت له كده هو بدأ كتب الكود بتاعته كجافا سكريبت. طيب هنلاقي بسرعه بس كده يعني كومنت سريع، ايه الفرق بين كوبايلوت والشات جي بي تي؟ هنلاقي اللي هنا بيتكلم عن الكوبايلوت والشكل ده بتاع الشات جي بي تي، هنلاقي نرجع للشات جي بي تي الاول، هنلاقي الشات جي بي تي هو عباره عن شات بوت، هو شات عادي جدا، بوت بيسمح للمستخدمين ان هو يسال اسئله وياخد اجابات، هو كمان جنريت هيومن لايك ريسبونس، هو بيعمل لك رد كانه بني ادم بالظبط، انت بتساله سؤال وبيجاوبك، بتقول له انا عاوز شعر بيديك، بتقول له حسن لي المقاله دي، حسن لي الرساله، اديني رسمه، حول لي صوره، فبالتالي هو شات عادي جدا، هو بيتعلم منك انت، كل ما تدي له معلومات عنك او عن حاجه بيتعلم منك ويبدا يكتبها، بيستخدمه مثلا في كتابه الايميلات، الاسي او المقالات العلميه، يكتب لك بوست معين، يكتب لك شعر، يعمل لك سمرايز لبوك او كتاب او تكست، ممكن نستخدمه عن طريق الانترفيس، ممكن للاي اي، ممكن لو عاوز تحطه على الابلكيشن عندك، ده فكره الشات جي بي تي. اما الكوبايلوت فهو اي اي باورد كود اس كومبليشن، هو بيساعدك في كتابه الكود، وهو يعتبر البير بروجرامر، هو المساعد الشخصي او المبرمج المساعد، هو كمان هو مفصل عشان السوفت وير اصلا تم تصميمه وبناؤه لبناء السوفت وير والبرامج وصناعه البرمجيات، هو كمان بيحول اللغه الناتشرال لانجوج او اللغه البشريه للغه اكواد، هو كمان بيدعم لغات برمجه كتير جدا، كمان هو اقدر استخدمه على الاي دي اي زي الاكليبس والفيجوال ستوديو وغيره، وان شاء الله المحاضره الجايه هنبدا ناخد ديمو عن طريق الفيجوال ستوديو
وعن طريق الانتليجين. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معانا بالمحاضره بتاع النهارده، وبعتذر على الاطاله، ولكن كان يهمني انتهي من الجزء النظري عشان المحاضرات الجايه ان شاء الله ناخد ديمو، سواء عن نستخدم بالجافا او بايثون، عن طريق الانتليجي، عن طريق الاكليبس، وان شاء الله تكونوا استفدتم. وشكرا لكم، والسلام عليكم.